بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحصيلة المرحلية للحكومة، حقيقة نحن كنواب في الأغلبية، وكنظن حتى النواب اللي في المعارضة، وكنظن أي إنسان عاقل أنه من يقرأ الصفحة الأولى للحصيلة الحكومية راه يقول أنها حصيلة مشرفة، حصيلة كتشرفنا احنا كاملين مغاربة، حصيلة يعني ملي كتكلم على دولة يعني من الأول رفعت الحكومة ديالنا رفعت إرساء أسس الدولة الاجتماعية، واليوم كنشوفوا أن ديك الأسس بقات كترسخ بقات كتبنى. يعني إذا كان البناء سليم وكان البناء قوي كون أكيد أن الأضلع وديك البناء ديال البناية كون أكيد هيكونوا في أحسن في أحسن في أحسن في أحسن حال. كنتكلموا بحال اللي قلت لك على الدولة الاجتماعية، ملي كنتكلموا على الدولة الاجتماعية ضروري كنتكلموا على اللي مهندسها جلالة الملك نصر الله وأيده، واللي الحكومة ديالنا كتنفذ يعني وكتنزل توجيهات جلالة الملك يعني بواحد الحس وطني، واحد الحس يعني فيه صون كرامة المواطن، ويعني هي الهدف الأسمى ديالها. حقيقة ملي كنتكلموا على كذلك على الورش الحماية الاجتماعية، الورش الملكي اللي فضلوا تم تحويل يعني أزيد من 10 ملايير ديال المواطنين المغاربة من نظام الرميد إلى نظام التضامن، بعد ما كان نظام الرميد يعني كان كيعرف عدة اختلالات. نظام أمو التضامن خلى أن ديك المواطن المغربي أنه حتى هو يقدر يمشي يتعالج في المستشفيات الخاصة في حاله بحالي وبحالك بحال أي واحد. يعني هذه شي حاجة ماشي جد إيجابية، ثورة مجتمعية حقيقية في قطاع الصحة. كذلك غنتكلموا على مشو التعليم اللي تخصص له في قانون المالية 2024 77 مليار ديال الدرهم. ما نتكلموش قبل ما نتكلموا على الحوار الاجتماعي وكيفاش ملفات الشائكة اللي كانت كيعرفها التعليم والمشاكل والتراكم، هذاك الشيء كان تراكمي، ملف التعاقد كيفاش الحكومة ديالنا قدرت بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بفضل أن هذه الحوارات هذه كيفاش قدرت أنها تحل هذه المشاكل وكيفاش أنها تقدر تنصف الشغيلة التعليمية. كذلك في نفس الموضوع ديال التعليم نتكلموا على مدارس الرياده اللي العام اللي فات السنه الفايته كانت 628 قسم في يعني في مدارس الرياده، وهترجع السنه المقبله 2000 وصولا ان شاء الله الى تعميم مدارس الرياده في الافق ان شاء الله الى 11000 مدرسه ديال الرياده. هذا طموح طبعا ملي كنشوفوا ان الملامح ديالو بقات كتنفذ. اي اصلاح كنقول لكم بحال كنقول دائما كياخذ شويه الوقت، ما يمكنش نصلحوا ما افسده الزمن، هذه سنين، ولكن بفعل الرؤيه الطموحه ديال الحكومه ديالنا وكذلك المصداقيه ديال رئيس الحكومه ديالنا قدرنا اننا نصلحوا التعليم ونصلحوا الصحه، وكذلك نتكلموا على مجموعه الترابيه الصحيه اللي تكون بالجهات. كذلك هذا مشروع كبير جدا، مشروع اللي يخلينا نقدروا نوقفوا على الخلل ومكامل الخلل، حيت المشكل عندنا الاطر الصحيه ما كايناش، ودائما السيد الوزير كيقول لك انا الاطر فيهم مشكل، ولكن بفضل هاد البرامج وهاد المشاريع الكبيره اللي كدار كون اكيد نشوفوا النتيجه ديالها على الامل المتوسط ان شاء الله. وبقينا كنشوفوا يعني كتشوف ان ناس دابا اللي كيتعالجوا مثلا عندهم المشاكل الصحيه، عندهم امراض مزمنه، صبحوا اليوم بفضل امو التضامن وبفضل وخا المشاكل، احنا كنا تواصلنا مع السيد الوزير دوريات اللي كانوا كيقوموا بها دابا في الجهات باش انهم يوقفوا ان الناس اللي عندهم الامراض المزمنه والناس اللي كيعانيوا بحال اللي قلت لكم امراض السرطان وكذا، انهم ما يتوقفش العلاج ديالهم واخا مثلا يكون عنده مشكل ديال امو التضامن، لان الصحه هذا حق دستوري، صحه يعني حق الجميع، كل شيء خصو يكون يتوفر له واحد، تكون عنده واحد صحه عادله، يكون عنده واحد تعليم عادل، ويكون عنده كذلك العيش الكريم اللي حنا كاملين كنطمحوا ليه. العراقيل اللي كاين حاليا في امو التضامن بعض شوف المشكل ديال انا واكبت عده ملفات وعده يعني مواطنين مواطنات بخصوص هذا المشكل. هذا كاين الناس اللي كانوا في الاول استافدوا، يعني اون فوا كتدفع الدوسي ديالك كتستافد، حيت شنو المشكل؟ انا قلت لكم هذا دعم مباشر، يعني دعم تاريخي، دعم اول مره كيكون في المغرب، عمرنا ما شفناه. طبعا انا كنسمعوا انتقادات وكنسمعوا كيجي واحد كنسمعوا كيقول لك 500 درهم ديالاش، والمؤشر طالع بزاف، وش من المعايير. طبعا شوف
انا في الاغلبيه شنو الدور ديالي انا الاغلبيه المعارضه هو انني نترافع على ديك على 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 ديك المواطن المغربي. طبعا هذا هو الدور ديالي انا كبرلمانيه، ولكن ملي كيجي واحد يتشكى خصني انا نسول وكنسول وكنعرف شنو المشكل. المشكل شنو هو؟ ان لقاو ان للاسف الناس لاباس عليهم كياخذوا الدعم ديال المباشر ديال 500 درهم. يعني هادشي بقينا حق، علاش كيفاش؟ ضروري هنا الدولة خصها توقف واحد شوية وتشوف تعاود البحث ديالها وتشوف واش ديك الناس اللي ذكروا في الأول، واش ديك الناس قالوا الحقيقة، واش داكشي ماشي هو هذاك. طبعا اللي ديكلارا أنه ما عندوش صدق صدق أنه عنده مثلا راه ما هي سافت، وللأسف كان بالمقابل شنو؟ أن الناس اللي ما كانتش ما عندهاش ما كانش عندها ديك 500 درهم. ولكن اليوم يعني بكل صدق أنا ما نزايدش وما نكذبش، حيت كاينة واحد السيدة كنت نتبع الملف ديالها تواصلت معايا أول البارح قالت لي خديت 1000 درهم. 1000 درهم خدات، علاش؟ الشهر اللي فات حيت هي كخصها نورمالمون في الاول لقاو حيت هي مطلقه المهم كان عندها شي مشاكل، ملي مشات قالت الحقيقه وقالت شنو شنو زعما مطلقه وعندها واحد الدار صغيره وعندها بنت كتقرا استفدت 1000 درهم. وكذلك ناس اخرين اللي كانوا استفدوا ما استفدوش لانهم لقاو قلت لك عندهم واحد المشاكل، والمراه الارمله يعني اللي كيكون فرد واحد من الاسره عاد هو كيستافد. كاين 3.5 مليون اسره، 3.5 مليون اسره اللي كتستافد، اي 12 مليون مواطن شخص اللي استفد من هذا من برنامج الدعم المباشر. واي تحول كبير اي تحول مجتمعي الا كترصدوا في الاول اختلالات ومشاكل، وحنا الدور ديالنا كنواب اننا نحلوا هذه المشاكل. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.